الأستاذ نصر مطر المسؤول الملف السياسي بالاتحاد العالمي للمصريين بالخارج، كلمني عن مشاركتك النهارده في مؤتمر المصريين في الخارج وايه أبرز المطالب اللي حضرتك جاي بيها عشان تقدمها لوزير الخارجية والهجرة. طبعا بنشكر السيد وزير الخارجية، كان تنظيم مقر رائع، وبنشكر السيد نائب وزير الخارجية الهجرة السفير نبيل حرشي. طبعا حاجة فريقة المراضي التشكيل خلاف التنظيم خلاف الأربع مرات السابقين، والمؤتمر كان مؤثر جدا جدا وعلى أعلى مستوى. طبعا من مميزات المؤتمر كل سنة بتعمل تحصل تبادل خبرات وعلاقات وتعارف ما بين الكيانات وبعضها والجاليات وبعضها، وده من الحاجات المهمة جدا اللي بيستفيد منها المصريين في الخارج وقيادات العمل العام في الخارج، انهم بيتعرفوا على بعض وتعرفوا على كل الشباب، ودي من المميزات اللي بيتلمسها كل مرة في المؤتمرات اللي هي بتخص المصريين في الخارج. ايه ابرز المطالب اللي حضرتك شايف انها مهمة والمصري محتاجها؟ يعني طبعا المطالب اللي هي المهمة، طبعا الاتحاد العالمي طول عمره سباق بتقديم الملفات، والاتحاد بنظم ملف كبير هيعرض ان شاء الله وتنفجر للوفد اللي جاهز ملف كامل لهيناقش في الحوار الوطني اللي هو بيطالب فيه بعودة وزارة الهجرة مرة أخرى بآليات أخرى بموارد أخرى وبحث توفير الموارد لوزارة الهجرة التي تستمر وزارة الهجرة مرة أخرى، لأن هو وزارة الهجرة ككيان وكبيت للمصريين في الخارج نتمنى عودته مرة أخرى. تمام. هنا من ضمن الملفات اللي أعتقد قائم عليها الاتحاد، وإحنا الكل متعود إن الاتحاد هو اللي دايما بيقدم الملفات الجريئة بالنسبة اللي بيخص المصريين في الخارج. تمام، شكرا جدا يا فندم لحضرتك.